لو سمحت الله يخليك. مواطن إماراتي بث شكواه عبر أثير إذاعة محلية فقاطعه المذيع. جزاك الله خير، ممكن أسكر عنك لو سمحت بدأ ما أقطع المكالمة؟ وصلت شكوى المواطن علي المزروع إلى الحكومة فاتخذت إجراءً فورياً بوقف المذيع لتقليله من شكوى المواطن، ووجهت بتوفير كل احتياجات صاحب الشكوى بشكل عاجل. المزروعي دعي إلى مجلس الوزراء واطلع على خطة الحكومة لدعم ذوي الدخل المحدود خلال السنوات المقبلة، وصدر قراراً بتعيينه باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع. لما توجع واحد من المواطنين ثارت الحكومة كلها، وهذا اللي نبغاه.